اجتماع فريق العمل المشترك المغربي الخارجي يندرج في إطار تعاون متعدد الأطراف ما بين المملكة المغربية ومجلس التعاون الخليجي في إطار الشراكة والوضع المتقدم للمملكة مع مجلس التعاون الخليجي. الهدف هو تطوير مجالات التعاون والشراكة والتبادل الثقافي في مجال الشباب بين المغرب والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي. الهدف كذلك هو خلق جسور وآليات وإمكانيات التعاون وتعزيز آليات الشراكة في مجالات الشباب والعمل الجمعوي ذات الصلة. هذا الاجتماع سيتدارس مجموعة من الاقتراحات التي تقدمت بها المملكة المغربية ودول الخليج الشقيقة، وسيتم المصادقة عليها من أجل تنفيذها خلال سنة 2019 في أفق الاجتماع الخامس الذي سينعقد بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي. يأتي اجتماعنا هذا بناء على التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون ممثلة بوزارات الشباب ووزارة الشباب بالمملكة المغربية، وهذا الاجتماع الرابع لفريق العمل المشترك، وبإذن الله سوف تناقش جميع الأمور المشتركة بين وزارات الشباب ووزارة الشباب المغربية لوضع خطة العمل المشتركة للأنشطة والبرامج والاستراتيجية القادمة تكملة لاستراتيجية وزراء الشباب بدول المجلس. وطبعا ناقشت اللجان الفنية في دول المجلس جميع المقترحات والأنشطة والبرامج لكي تعرض على فريق العمل المشكل من أصحاب السعادة وكلاء وزارات الشباب بالدول الأعضاء ووزارة الشباب. ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا على هذه الضيافة، وشكرا للجميع. أخوكم وليد فرحان الفرحان، مدير إدارة الشباب بمجلس التعاون. شكرا. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.